السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أنا مصطفى، قناة رفيق الدرب. درس جديد بمستوى البابير، كتاب التمارين شالشما ديل بالكيسي قواعد. إج أشادكي بوشلوكları uygun eklerle dolduralım لنملأ مع لواحق مناسبة لنملأ الفراغات التي في الأسفل. 1. Aylin bu kadar kıskanç Farah, niye hala onunla arkadaşlık ediyorsun? Enti bitsawi sadaka, yani bitamli sadaka ma'ha lissa. Niye, ila mada, yani ليش bitsawi sadaka ma'ha lissa. طيب معناتها هون كلمة كسكانش غيور، راح نحط الشرط لاحقة سا كسكانش ص. مين هي؟ آيلين. إذا غيورة بهذا القدر، يعني بتغار بهذا القدر، ليش لسه بتسوي صداقة معها؟ إكي ساعتين ساعتك بوزوك خربانة. بنيم إيه بير تاميرجيم بار، تاميرجي مصلح، الما ملكية. فار لدي، موجود لدي مصلح كويس، تمام. إذا خربان ساعتك لسبهم بوزوك ص. باستا تازه جري götüre bilirim. جري ترجيع، götür أخذ، ترجيع يعني أرجع. أبي الاستطاعة لإبراج نظام، أنا أستطيع أن أرجع، معناتها مو إذا طازة، إذا ليست طازة. مين؟ باستا الكاتو. إذا الكاتو إذا كان ليس طازج، تمام، وبالتالي هون بدنا نستعمل كلمة ديل النفي. وبعد كلمة ديل نحط السا، ديل سا. إذا ليست طازجة، تمام، أستطيع أن أرجع. دورت أوضة الصمتة في غرفته. كانتين دادر في الكانتين، في المقصف. أوريا بقن، انظروا إلى ذاك المكان، معناتها هون أوضة الصمتة في غرفته. هون كمان نقول إذا ليس في غرفتي، معناتها كمان نفس الشيء راح نقول ديلسا. إذا ليس في غرفته، وين بيكون؟ كانتين ددر، في المقصف. أورايك باكن، انظروا إلى ذاك المكان، هذا فعل أمر، أنتم علاقة شخصية، إلى ذاك المكان. بيش أحمد لار، أحمد أحمد، لاحقت اللار إذا إجت للأشخاص بيصير في معنيين. المعنى الأول أهل أحمد، بيت أحمد يعني أهله، والمعنى الثاني أنه في أكثر من شخص اسمه أحمد. لنكمل لنشوف إيه بدأ في البيت. أقشما أونلرا جدادم، هون استعملنا صيغة الطلب بالسؤال، معناته هون اقتراح. هل لنذهب إلى ذاك المكان مساء؟ معناته ابدأ إيش نقول؟ إذا هم في البيت، أهل أحمد إذا هم في البيت. له سبب كونهم منتهي بحرف صوتي، بحط ليها حماية، بعدين بحط السا، ابدي سا. أحمدلر ابدي سا أخشما أونلرا جدلم. أض مورال نفسية، مورالين هذا نفسيتك، ملكية، سنين. هون ليش حطينا اي ما حطينا أ مثلا توافق مع لا؟ لانه ببساطة هي كلمة شاذة. نفسيتك بوزوك تعبانة، بوازا جدلم، لنذهب الى المضيق. صنائي جدير، بيجي كويس لك، يعني شيء بيصير شيء كويس لك، هذا الشيء الذهاب الى المضيق بيجي كويس لك. معناتها هون شو بنقول؟ بوزوك صا كمان، هي نفسيتك كذا تعبانة تروح على المضيق، هذا شيء كويس لك بيصير. يدي بيجي صيار، الكمبيوتر صنع إليك لازم، لازم ب
أن كولانبلير ميم أنا هل أستطيع أن أستعمل معناتها هون لازم بنقول إذا ما نلازم. طيب شو لنا في ديل بعدين بنحط الس ديل س لازم ديل س بن كولانبلير ميم. سكيز يورغون تعبان bu akşam yemeğe misafir çağır ninde ned'u alın mı madem istamelna sıyat talab bis sual ma ta hada iktira hal linanda duyuf ila at'am hada hada almasa lined'u duyuf ila at'am hada almasa ma ta hon yurgun tab bna nqul idha anta lasta ta'ban shayfin shlon habahki ma al'dami إذا أنت لست هي لست وهي س وهي أنت أنت إذا لست تعبان بو أكشام يمه مسافر çağırız mı دوكوز yeni işinde في عمله الجديد mutlu سعيد فراغ başka işlere de bakabilirsin أنت تستطيع أن تنظر أيضا إلى الأعمال الأخرى معناتها إذا أنت كمان هذا نفس الفوق على نفس الوزن ديل سن وأنت نا. أنت إذا لست سعيد في شغلك الجديد هون النا مع تسنين إشين عملك أنت إذا لست سعيد في عملك الجديد باشكا إش لرادا بقى بالإرسنس بقى بالإرسن أنت تستطيع أن تنظر إلى أعمال أخرى أون eğer لو أو إذا ممكن س إذا ممكن yanınıza oturabilir miyim أنا هل أستطيع أن أجلس إلى جانبك إذا ممكن طيب ننتقل للسؤال اللي بعده في عنا كمان سؤال رابع كمان مطلوب منا نفس الأمر aşağıdaki boşlukları uygun eklerle dolduralım لنملأ مع الفراغات لنملأ مع اللوائح المناسبة لنملأ الفراغات هذا الإعلام المفعول به المحدد للفعل دولدر bir دايم خالي دايملار يعني بيت خالي الآئلة جيت فعل الذهاب بنا خبر فيرين أعطوا خبر إلي باندا جيليرم أنا بجي أيضا هون في فعل هون فعل جيت لسبب أول شيء هذا التي بتحول لدي بعدين منجيب كني زمان بعدين منجيب السا الشرط بعدين منشوف اللاحقة الشخصية المناسبة مثلا أنتم صارت أنتم إذا تذهبون تحولت التهاون لدي أنتم إذا تذهبون إلى بيت خالي أعطوني خبر أنا تأجي كمان إكي çok pratik yap başarılı olamazsın أنت ماز نفيقني زمان لا نفي استطاع أنت لا تستطيع أن تصبح ناجح تمام أنت إذا ما تعمل عملي براتيك عملي يعني شيء عملي مع تهي الياب أول شيء من ننفيه بالجني زمان بعدين الصا بعدين أنت إذا ما بتعمل عملي كتير أنت ما بتقدر تصير ناجح 3 sınavın imtihana iyi koyis geç fel ubur niçin telaşlanıyorsun niçin min ecel maza yani leş telaşlan muttarib kalkan telaşlanmak enta kalkan leş yani leş ente muttarib leş ente fi halet kalak fel geç maat hala hada fel geç tamam اول شغل من نحط له زمن وراح نحط له الزمن الماضي وكونه منتهي اللاحقة بصوت حطينا الياء حماية والسا
شو هيك صارت قش تيسه، شايفين شلون قش تيسه؟ يعني اذا عبرت بشكل جيد امتحانك هو، عفوا امتحانك هو، امتحانك هو اذا عبر بشكل جيد ليش انت مضطرب؟ هون اللاحقة الشخصية بعد الساء هو لمين؟ لامتحانك. يعني هو دور افدان من البيت اركان مبكرا، شق فعل الخروج، درس يتيش امام، الى الدرس يتيش فعل اللحاق، والان في استطاع، والما في جني زمان، والما انا لا استطيع ان الحق الى الدرس. معناتها هون اذا انا ما بطلع، معناتها اول شغله حطينا النفي، بعدين حطينا الصار، بعدين اللاحقه الشخصيه هو هي انا، صارت شك ماز صم. انا اذا ما بخرج مبكرا من البيت انا ما بقدر الحق على الدرس. بش تلفزيون ضن من التلفزيون، راحت صز اول فعل الازعاج. سيسيني براز دها اتشابلير ميم انا، هون لاحق شخصي انا مي هل، هون الايوراجني زمان، ابل استطاع اتش فعل فتح، انا هل استطيع ان افتح براز دها شوي كمان، صوته صوت التلفزيون افتحه يعني اعليه ارفع صوته، سيسي صوته ناحي ماي، واللي هي علامة المفعول به المحدد للفعل اتش. طيب هل أستطيع أن أعلي الصوت صوته كمان شوي؟ معناتها هون تلفزيون ضان راح تصز أولماز أول شغلة، من نحط النفي، بعدين الصا، بعدين بدنا نشوف لنا لاحقة شخصية مناسبة. شو هي اللاحقة الشخصية المناسبة هون؟ هي أنت، يعني شو صار؟ صارت أنت. إذا ما تنزعج من التلفزيون أنا أعلي الصوت شوي. ألت ماركتا إلى الماركت، جيت فعل الذهاب، بنادا بير أكمك ألر مسن سن أنت من هل، ألر بتاخد هذا كني زمان، هل بتاخد أكمك خبز أيضا إلي، يعني بتجيب لي خبز كمان رجاء، لأنه هي صيغة تحمل معنى الرجاء، بتجيب لي خبز بطريقك، يعني بتجيب لي خبز كمان. معناتها هون إذا أنت رايح، إذا أنت رايح على إلى الماركت. طيب الآن سؤال، أول شيء تحولت التي لدي، بس شو الزمن المناسب لها الموقع من الكلام؟ أنا قاعد هيك وشفت واحد قائم، شو بدي أقول له؟ بقول له إذا أنت رايح، معناتها هي إذا أنت رايح هذا مستقبل، يعني إذا تتروح كده جك، بعدين س، بعدين أنت كده جك سن، أنت إذا تتروح تحولت التي لدي، نحذف التي ونحط دي. أنت إذا تتروح على الماركت إلي أيضا خبز، ما خبز أظن مثلا، هل تستطيع أن تأخذ رجاء خبز إلي؟ يدي بو فيلمي هذا الفيلم، ضها أنجا سابقا جور فعل الرؤية، برابر إزلا يلم، إزلا فعل المشاهدة، يا حماي ألم، هي استكي بصيغة طلبية، وكون في سؤال مع هذا اقتراح، هل لنشاهد سوية؟ معناتها هون الفعل الجور بنقول أنه هون معناتها مو إيجابي، نفي صحيح؟ لها سبب، أهم شيء نحط النفي جوه، بعدين بنشوف الزمن المناسب. إيش الزمن المناسب هون؟ هون الزمن ماضي، يعني هذا الفيلم ظهر أنجا سابقا، إذا ما نك شايفه، معناتها هون جورما وحطينا الزمن المناسب الدي، بعدين الإي هاي كونه منتهي بحرف صوتي بنقول نعطيها حماية، بعدين بنحط السا، بعدين بنحط اللاحقة الشخصية أنت. معناتها هون شو صار معنى الكلام؟ صارت أنت إذا ما رأيت الفيلم هذا سابقا، شو رأيك نشوفه سوا؟ من وين جبت كلمة هاي شو رأيك؟ استكي بصيغة طلبية
بالسؤال تحمل معنى الاقتراح. سكيز بوجن اليوم سنين دوم جنون اليوم عيد ميلادك، يومك الميلادي، يومك الخاص بالولادة، عيد الميلاد، عيد الميلاد. نرجع إلى أي مكان جيت مك استفعل الإرادة أورايا جدا لنذهب إلى ذاك المكان. يعني معناته هون إذا أنت تريد، معناته أول شغلة منصرف هذا بالزمن الحاضر، كونه منتهي هذا بقى تمام بيتضيق تمام، وبعدين بنحط اليور استيور، بعدين السا، بعدين انت استيور سن تمام. هذا الآب بنحذفه ونحط اي استيور سن. انت اذا تريد الذهاب الى اي مكان الى ذاك المكان تروح. هوا سوغوك الطقس، الطقس بارد. دشار خارجا شق فعل خروج، استنا بير شيلار آل خد أشياء ما إلى فوقك، يعني البوس أشياء جاكيت إلى آخره، أشياء ما إلى فوقك. معناته هون شكا أول شيء هذا زمن، بدنا نحط زمن المستقبل شكا جاك، وبعدين الصا، بعدين أنت شكا جاك سن. أنت إذا سوف تخرج خارجا استنا إلى فوقك بير شيلار أل أون بارا مصاري بول فعل وجد همن تعطيلات شكار. يخرج إلى العطلة فورا، إلى العطلة يخرج فورا. مندور على شيء مناسب هون، معناتها يخرج إلى العطلة مباشرة. هون عم نحكي بالجنيه الزمان، معناتها عم نحكي عن واحد بشكل عام، أنه بس صار معه مصاري بيروح يطلع على العطلة مباشرة. معناتها هون أول شغلة بنحط بولور يعني زمن واسع، بعدين بنحط الصا، حطينا الشرط. شو صارت هيك معنى الكلام؟ صارت مصاري إذا بلاقي مصاري، يعني بصير معه مصاري على السريع بيطلع على العطلة بولور صا. أون بير بيبك الرضيع، طفل رضيع. ويو فعل النوم، يكسك سسلا كونوش ما يظلم، كونوش فعل المحادثة والما نفي اللي هي حماية، أظلم استكبي لنتحدث، خلونا ما نحكي، هون في نفي، خلونا ما نحكي بصوت عالي تمام. ايه الطفل إذا الظاهر نام، شايفين شلون؟ معناتها ويو بدنا نحط أول شغلة ويو مش يعني الظاهر نام الصا. كيف يعني هيك صارت معناتها؟ يعني الطفل الطفل إذا الظاهر نام خلونا ما نحكي بصوت عالي. طيب ضروري حصرا نستعمل المش؟ لا، خلينا نقول مثلا الطفل، الطفل سوف ينام، سوف ينام، خلونا ما نحكي بصوت عالي، يعني لسه الولد ما نام. يعني عبعضي كأني تم عبعضي اقتراح للقاعدين أنه خلونا ما نحكي بصوت عالي، الطفل تينام، الطفل سوف ينام، يعني على وشك أنه ينام. طيب اون ايكي اسطنبول، الى اسطنبول قال فعل القدوم. انجدن هابربر اعطي خبر مسبقا تمام. معناته هون اذا انت سوف تجي على اسطنبول، معناته اول شيء هي جلاجك، منجيب جلاجك، بعدين السا، بعدين انت جلاجك سن. انت، انت اذا سوف تاتي الى اسطنبول مسبقا اعطي خبر. نكمل في التمرين، في عندنا كمان جمل، في عندنا كمان جمل. طيب 13
13 giyim alışverişi yap. Amel tasavvuf bilibas. Ucuzluğu bekle. Bekle fi'l amr al-intizar. انتظر ucuzluk rıhıs. كلمة ucuzluk هي كلمة مشتقة من ucuz رخيص. الأو هي مفعول به محدد للفعل بكلا. انتظر الرخيص إذا سوف تعمل تسوق. معناتها يباجك سن. جبنا أول شيء المستقبل، بعدين السا، بعدين أنت. إذا سوف تعمل تسوق باللباس انتظر الرخيص. انظر ترافيك çok sıkışık. المرور كتير sıkışık، مزدحم يعني. ترامفايا إلى الترامفاي، الياء حماية الآلة إلى الترامفاي، وسيلة نقل طبعا ترامفاي، بين فعل الصعود. كونسرا يتيش مازن، أنت مازن في جني الزمان، الآن في استطاعة، يتيش فعل اللحاق. أنت لا تستطيع اللحاق إلى الحفلة الموسيقية، إلى كونسر الحفلة الموسيقية. معناته هون شو بنقول؟ أنت لا تستطيع أن تلحق إلى الحفلة الموسيقية إذا أنت ما بتركب إلى الترامفاي. معناته أول شيء استعملنا نفي الجني الزمان هون بين ماز، بعدين حطينا السا، بعدين حطينا أنت بين مازن. أنت إذا ما بتركب إلى الترامفاي ما بتقدر تلحق للحفلة الموسيقية. ليش؟ لأنه المرور كتير مزدحم، مسكر يعني، يعني عجقة سير سكشك. أم بيش أف بيد أل فعل أخذ ندم بارا بيركتر يولار. ندم من ماذا يعني ليش؟ بارا مصاري، بيركتر فعل التصميد، يولار هم عم بيصمدوا مصاري ليش؟ أيوة، معناتها هون فعل الأخذ أول شغلة تنحط له نفي، بعدين حطينا الياء حماية، بعدين زمن مستقبل، تمام، بعدين لاحقة شخصية هما، بعدين سا الشرط. شو هيك صارت؟ صارت إذا هما سوف لن يأخذون بيت، يعني ما راح يشتروا بيت، ليش عم يصمدوا مصاري؟ ننتقل لتكملة التمرين. شو إذا في عنا كمان؟ في عنا، نعم في لسه كمان. 16 16 دشاردة في الخارج، يماك طعام، يا فعل أكل. إذا قدلم هل نذهب إلى البيت؟ هذا كمان اقتراح. شوك يورغنم، أنا متعب كتير. معناته هون فعل الأكل، فعل الأكل أول شغلة من نحط له النفي، بعدين حطينا الياء حماية، بعدين الأجاك المستقبل، بعدين السا، بعدين من لاحقة شخصية مين؟ نحن. ليش؟ نحن إذا سوف لن نأكل طعام في الخارج خلونا نروح على البيت، أنا متعب كتير. 17 arkadaşına ila sadiqihi au ila sadiqak حسب الجملة نكمل. هدية، هدية al fi'l akhd. ak merkeze git، اذهب الى ak merkez، هذا اسم خاص مكان. ucuzluk başladı، بدأ الرخص. معناتها هون هدية al، نقول انت إذا سوف تأخذ، معناتها هون أول شغلة بحط المستقبل، الزمن المستقبل، بعدين السا، بعدين أنت. أنت إذا سوف تأخذ هدية إلى صديقك روح إلى آك مركز. الرخص بلش، بدأ الرخص. أونسيكيز ديشين، ديش سن، ديشين سنك. أغر فعل التألم، توجع. مطلقة ديش تشيا جيت مديسن،
سن أنت ملي يجب جيت فعل الذهاب أنت يجب أن تذهب إلى اليا حماية ديش تشي يعني دكتور أسنان مطلقة بالتأكيد لازم تروح دكتور أسنان معناتها هون إذا هلع بيتوجع معناتها هي أغرى فعل التألم مباشرة بنحط لاحقة الشمليكي زمان لأنه عم نحكي هلا سنك إذا بتوجع عم يتوجع هلا ومنحط بنحط الشرط اللاحقة الشخصية هو يعني سنك السبب نقول سنك إذا عم يتوجع مطلقة بالتأكيد أنت لازم تروح على طبيب أسنان. أوندوكوز أركضاشنا أغرى فعل تعدي مثلا واحد يقول راح على اسطنبول وعد على فلان يعني مر عليه أغرى أركان جدير يأتي مبكرا طيب أغرى فعل التعداي إيش نقول مثلا يأتي مبكرا إذا ما عد إلى صديقي معنى هذا إيش نقول أول شيء نحطنا فيه بعدين حطينا ماضي أغرى ماضي بعدين حطينا الياء حماية بعدين حطينا الساء أغرى ماضي ساء إذا ما عدى على رفيقه بيجي بكير مين هو بعد معناته هم بعد الساء ما نحط شيء يرمي يمي الطعام هذا الإي علامة مفعول به محدد للفعل هازر له يلم أرطق يلم هون يا فعل الأكل ضيقت الآ وصارت إي الياء حماية ألم يستكبي ومدام استعملنا الصيغة الطلبية مع هذا اقتراح لنأكل أرطق بعد الآن كارنم بطني هاي الماء ملكية بطني تشوك أجكت كتير جاعت هذا فعل ماضي جاعت معناته هون هازر لا معد أول شيء حطينا الماضي هازر لا ده تمام بعدين حطينا الياء حماية بعدين الصا هازر لطيسة شايفين شلون وكمان في كمان منا لاحقة شخصية لاحقة شخصية مناسبة مثلا إذا هو إذا جهز الأكل لنأكل أرطق بعد الآن بيصير ما نحط لاحقة شخصية على أساس هو أنه هو اللي جهز الطعام وبيصير أنت كمان نقول أنت إذا جهزت الأكل لنأكل تمام بيصير ما أنه إجباري يرمي بير ألكساندرا اسم طبعا هذا اسطنبولا إلى اسطنبول قال فعل قدوم بني مطلقة أرار الريجني زمان تتصل فيني أنا بتحاكيني اللي هي على المفعول به المحدد فعل أرى مطلقة بالتأكيد معناتها هون إذا سوف تأتي تمام إلى اسطنبول ألكسندرا إلى اسطنبول بيصير نستعمل نقول جلاجكسا إذا سوف تأتي إلى اسطنبول تتصل فيني أكيد وأيضا إذا ما راح تجي بتحكم بيصير هون نستعمل النفي والإيجاب كيف مثلا نقول اسطنبولا جالجكسا إذا سوف تأتي إلى اسطنبول تحاكيني بيصير جال ما يجكسا كمان بيصير تمام إذا بتجي هون كمان إذا نحكي بالزمن الواسع كمان بيصير لسبب راح نختار مثلا إحنا جال مش سا إذا أجت يعني بدون خبري تمام قال مسا بني مطلقة أرر تحاكيني أكيد يرميكي درس لرا إلى الدروس دوزان لي بشكل منتظم غير فعل الدخول ترك شيء شابوك أورينيرسن أنت تتعلم بسرعة اللغة التركية اللغة التركية اللي هي حماية الإي بالرتمة للفعل أورين أنت تتعلم بسرعة اللغة التركية معناتها إذا بتدخل بشكل منتظم إلى الدروس معناتها أول شيء هذا غير فعل من نصرفه في الزمن الواسع غيرار هاي أول شيء بعدين بنحط اللاحقة الشخصية بعد عفوا الشرط بعدين اللاحقة الشخصية
انت اذا بتدخل للدروس بشكل منتظم تتعلم التركية بسرعة شابوك. يرمج تلفزيونو إجلاف المشاهدة بو أولايدان مطلق هابري أو مشتر، أصبح لديه خبر، هون الإي لديه هو، أصبح لديه خبر بالتأكيد من هذه الحادثة. الفعل إجلا، هذا فعل مشاهدة، معناتها أول شيء إجلا معناتها بنحط له الماضي، بعدين الياء حماية، بعدين السا. إجلا ديسا، إذا شاهد التلفزيون هو أكيد أصبح لديه خبر. يرمي دورت درس، الدرس هالا ما زال، باشتا فعل البدء، شوك شانس ليز إز، هي نحن يا حماية، نحن محظوظين كتير دمك، يعني هذا الأمر شنكو جيش قالتك، لأنه نحن بقينا متأخرين، معناتها هون باشلا فعل البدء، تمام. أول شغلة بدنا ننفي باشلا ما، بعدين نحط الد ماضي اليا حماية والسا، يعني إذا ما بدأ لسه الدرس نحن محظوظين كتير. يرمي بيش أو هو بنا إلى هذا، قرار فعل، فعل أعطاء، أعطاء القرار. كيمسا أونو قرارından vazgeçiremez، هو لا يستطيع، الآن في استطاع، مازن في قديم زمان، لا يستطيع أن يتراجع من، أن يتراجع من قراره، تمام، يعني حدا ما بيقدر يتراجع من قراره، قرارından يراجعه لمين؟ هو ما بيخليه يتراجع يعني عن قراره، معناتها هو إلى هذا قرار الفعل مش س، مش س. إذا أعطى قرار إلى هذا. لهون انتهى درسنا أصدقائي، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة القناة مع أصدقائكم من أجل أن تعمل فائدة، وأيضا من أجل استمرار الشرح في هذه القناة.